جلالة السلطان المعظم يصدر 3 مراسيم سلطانية قضت باعتماد الخطة الخمسية والتصديق على الميزانية العامة، وأقرت كذلك صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلك دارس بنزوة. معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه يقوم بزيارة ميدانية لعدة مراكز حيوية بولاية بركاء، أبرزها المنطقة الصناعية وأسواق الولاية، إضافة إلى شاطئ السواد والمسلخ البلدي. شرطة عمان السلطانية تخرج دفعة جديدة من الضباط المرشحين وفصائل من الشرطة المستجدين، وذلك خلال احتفالها بيومها السنوي الذي يصادف 5 يناير من كل عام. تختتم اليوم منافسات الدور 32 من بطولة كأس جلالة السلطان بلقاء يجمع بين صحار والنهضة على ملعب المجمع الرياضي بصحار عند 7:30.